في موضوع آخر الآن، استطاعت كاميرا النهار الوصول إلى شبكة تضم رعاية من جنسية سورية تقوم بترويج سلسلة من الكتب التي تمجد النصرانية واليهودية. هذه السلسلة من الكتب تقدم كهدية عند شراء كتاب، وسبق وأن منعتها وزارة الشؤون الدينية. وليد بهراوة في هذا التقرير. تقوم مكتبة دار العلم والمعرفة الكائنة بحي النهضة في بير مراد رايس، والتي يسيرها رعايا من جنسية سورية، بإهداء سلسلة دعائية تتحدث عن اليهودية والنصرانية، وتستدل فحواها بما ورد في التوراة والإنجيل. السلسلة الدعائية تحمل عنوان الموسوعة الكبرى للفرق والمذاهب والأديان لمؤلفها سليم إلياس عن دار نشر لبنانية. كاين هاد المكتبة، هذه مكتبة علم العلم والمعرفة، تجي تمر على الـ على البيوت وتقوم بتوزيع وترويج لهاد، ما تقومش بترويج لهاد الكتب مباشرة، هي تقوم بطريقة غير مباشرة. بعد هو يجيك كامل المروج، يعني الشخص اللي يقوم بترويج ببليسيتي، يجي يجيب لك مجموعة، يجيب لك الناس قائمة، وهذيك القائمة فيها كل اختصاصات. هذه الكتب تصل الزبائن مجانا، بالإضافة إلى هدايا أخرى تتمثل في كتب للأطفال، حيث يسهر رعايا سوريون على تسويق كتب وسلسلات، وعند وفاء الزبون بالشراء لأكثر من 3 مرات يتم إهداؤه هذه السلسلة المشكوك في أمرها. لما يتحصل معك على اتفاق أو على يعني، أنا على كل حال هو ما يديرش الحاجة اللي لاحظتها، أنه كان يقوم بالترويج للكتب، وضمن هذه الكتب يعطي لك هدية، كتب للأطفال، كتب للديانات، موسوعات، يعني كما راك تشوف، يعني الموسوعة الكبرى هذه للمذاهب والفرق والأديان. هذا الكتاب هذه مدلك أجزاء. وزارة الشؤون الدينية عند استقصائنا إياها في الموضوع كشفت لنا عن طريق مدير الثقافة الإسلامية أن هذه الموسوعة سبق وأن تم منعها من العرض رغم السماح باستيرادها سابقا. طبعا اللجنة الوطنية تحفظت على الكتاب في المعرض السابق، والمعرض الذي قبل منع من المعرض، ولذلك أبقى ستوك عند الجماعة هذه التي أدخلت هذا الكتاب وتعطيه هدايا في مكتبتها. يعني هناك موسوعات في الأديان فيها جانب علمي، جانب تاريخي، كثير من الموسوعات العلمية، لكن هذه الموسوعات ليست علمية، موسوعات دعائية، والموسوعة الدعائية الإيديولوجية لا تفيد. حملة التبشير والتنصير في الجزائر ليست بالجديدة، لكن المشكل هو إن كنا نملك مخططا فكريا لمواجهة الحملات التي تستهدف ديننا.